كيف حالك حمودي؟ الحمد لله. انظروا so much stuff from IKEA. نعم جبنا صوفة. ما معنى صوفة؟ ما معنى صوفة؟ كنبة. ما معنى صوفة؟ Furnitures. نعم. So انظروا كل هذا gonna be one كنبة. So محمد is the builder. Wow, لدينا الكثير من الأشياء. We have to build it ourselves. Oh, it's too much. ما معنى build it? نبنيها. Bob the builder is البناء. So builder is البناء. نحن سوف نبنيها. يلا يا حمودي. I'm gonna go upstairs and check more items. يلا لنصعد. يلا يلا يا محمد. يلا 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 لنصعد. واو لدينا هنا تخت السرير. واو 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 واو. محمد gonna make it. انت سوف تبنيه. واو محمد will build it. Oh, so many things. Who can come and help us, please? Yalla, YouTube fans. Come help us, please. وهنا تخت آخر. كثير من الأشياء. انظروا إلى الحقائب. Our حقائب هنا. Who's gonna come help us from YouTube fans? Please comment down below. من سيساعدنا؟ وهنا أيضا. واو that's too much صح؟ يا الله. Okay, we are helping them learn Arabic. They should help us by coming and giving me a hand. يا الله يا الله الكثير من الأشياء. يلا خير إن شاء الله. So محمد, who's gonna build it? أنت؟ نعم إن شاء الله. Okay, so هلا سوف ننتظر محمد to build it. ومن بعد إن شاء الله we're gonna film all done by حمودي. نعم. صح؟ Say السلام عليكم. السلام عليكم. يلا تعال تعال تبلد. يلا واو كثير to be done. شاطر ما شاء الله. يلا اشتغلوا اشتغلوا. مع السلامة يا أطفال. هل هو ثقيل؟ هيفي؟ نو؟